عندنا تكريم لاعب حقيقة حاز على أفضل لاعب من خلال طبعا موقع هذا الموسم طبعا على موقع جمهور عرباوي. أنا أقول والله يستحق، ليس من فقط موقع جمهور عرباوي، يستحق جوائز عديدة، برز ما شاء الله، وأرجو إن شاء الله في الموسم القادم أفضل مما شاهدناه. خلنا نشوف الفيديو. يا هلا وحلا كما شفتك تحلى دقايق فيها تنشا يا وحلا يا وحلا وحلا كما شفتك تحلى دقايق فيها تنشا. اوه اي والله عليك الله، كل من نظر شافك بيصلى، كل من نظر شافك انا على النبي صلى. كل من نظر شافك على النبي صلى، صلى الليلة وصافك، وكل هذه الأوصاف يبايحك لا يدفع وينفع. ونجم النادي العربي ولاعب المنتخب الوطني علي مقصيد، بيوسف كلمة لو سمعت، بيوسف علي بكلمة لو سمعت، بيوسف يتفضل الأخ حسين مقصيد واستحاز سكواش أبو أحمد حسين مقصيد لو سمعت. العلي محمد اشراق يلعبها الى فراس الخطيب، مقصيد يسحب له كره حلوه بدك شايط. يا 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 شنو هذه، شنو هذه مقصيد، شت لك اكثر من كره، لكن هذه بعد ما تشاف مره ثانيه. خلاص خلاص خلاص، الله الله الله، مقصيد يقول ابي جول ابي جول اليوم، ماني طالع ماني طالع حتى وطفوا الكهرباء. وبالفعل شوف 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 وين وين وين، والله صعبه يا محمد الصلاه، انقذت مرماك صحيح من الشوط الاول، لكن هذه اسمح لي فيها ما صعبه. شوف المسافه، شوف الكره وين، صعبه. وانا اعتبر ان احسن اهداف الموسم الحالي لحد الان، احسن اهداف الموسم الحالي مقصيد، قويه بعيده وموه. شوف استلامه للكره، استلامه صاحب الاساس سحب الكره بخداع ولعبها بذكاء. جول اذا مقصيد. 45 دقيقة في المباراة هو اللي مر، وبالتالي ركلة الجزاء الان تسديدة جول. سجل علي مقصيد هدف التعادل للعربي من ركلة الجزاء، احتسبت في الوقت بدل ضايع لشوط المباراة الاول. علي مقصيد بعد محاولات للعربي في شوط المباراة الأول أن يسجل، لكن قدر له أن يسجل مع نهاية الوقت الإضافي أو الوقت بدل ضايع. تسمع حكم المباراة لشوط المباراة الأول بركلة جزاء، بركلة جزاء، ما هي كرة ثابتة ولا بي كرة مرتدة ولا بي تسديدة، ولكن هنا الكرة ثابتة من ركلة جزاء يسجلها علي مقصيد، هو الهدف الأول وهدف التعادل في مرمى نادي التضامن ومرمى خالد الرشيدي لعلي مقصيد.
علي مقطيد. هناك لاعب خروج جمال حبيب. تغيير تكتيكي الان لابد هناك يكون تغيير تكتيكي لنادي السالمية. علي مقصي في راس الخطيب. هم الاثنين قريبين من الكرة ولكن في راس الخطيب علي مقصيد و دائما هو متألق يتألق يتعملق في هذه الكرة الثابتة. هدف للعربي في دقيقة 75 من عمر هذا اللقاء. هدف ثالث في مرمى العربي الآن. ثلاثة العربي قايل لمحمد. اذا ستلعب ضربة المخالفة. علي المقصيد بالتوزيع. كرة مباشرة. كادت وغريبة جدا. وهدف للعربي الكويتي. هدف للعربي الكويتي. افوى قاتلة من الحارس الجزائري. غريبة ولا غريبة. لم يعرف كيف يتعامل مع فاعلية الكرة مع الارض. وبالتالي كرة قد تكون تجاوزت الخط النهائي للمرمى رغم محاولة العباس فريد في الانقاذ. شوف عملية التصدي. هفوة قاتلة جدا. وزاد التيم بلة تبع المتابعة في العباس فريد لهذه الكرة. يلعبها للعربي علي مقصيد. علي مقصيد وثلاثة وثلاثين وركلة جزاء واثنين اثنين التعادل. علي مقصيد هو اللي راح يلعب ركلة الجزاء للعربي. ثلاثة وثلاثين من زمن الشوط الثاني. مقصيد الشوط جول. سدد الجزاء مقصيد. علي مقصيد ضربة الجزاء يسددها ويسجل منها الهدف الثالث. ثالث 33 من زمن الشوط الثاني يسجل علي مقصيد الهدف الثالث من ركلة جزاء لصالح العربي. أثر عرقلة من فهد عوض لمهاجم العربي في رأس الخطيب اللي شارك في الشوط الثاني. وهذه عادة. شوف هذا علي مقصيد. هذا علي مقصيد في الزاوية الشمال من حارس المرمى مصعب الكندري حارس مرمى صالح مهدي. وعلى ايضا الحيطه البشريه. خلاص دقيقتين. خلاص اعتقد هي اخر كره في الشوط الاول من المباراه. فاول للعربي. اشراف ولا مقصيد؟ اشراف ولا مقصيد؟ مقصيد واحد
مساعد حراس المرمى طارق طارق البناي. Comes from high.
sky. I love. Don't take no for an answer. No, no. I right here. Spread love. Everybody join together now. One voice, one heart. Love and unity. Everybody say. Everybody say, world, hold on.
look inside, you'll find a deeper love. The kind that only comes from high above. If you ever meet your inner child, don't cry, no, no, no. Tell them everything is gonna be sky. I love, don't take no for an answer, no, no. I right here, spread love. Everybody join together now, one voice, one heart, love and unity. Everybody say, spread love.